معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، ولذلك أنكر الإمام أحمد كما في السنة للخلال أنكر على من قال هو كلام الله وسكت، وهؤلاء من؟ الواقفية، يقول نقول كلام الله ونسكت ولا نقول غير مخلوق، فيقول هؤلاء شر من الجهمية لأنهم يدلسون على عوام الناس، فلا بد من أن يقول الإنسان، لأن المقام مقام ماذا؟ مقام دفع شبه، مقام دفع شبه، فيقول كلام الله منزل غير مخلوق من أجل أن تدفع هذه البدعة. ولذلك بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية ولو كان من طلاب العلم قد يدلس، لا يبين ولا يفصل في هذا المقام، فيما لو سئل عن بدعة تجد أنه يأتي بالرد عليها مجملا ولا يفصل، هذا خطأ، يجب أن تفصل. رضي من رضي وسخط من سخط، لأن المقام مقام ماذا؟ مقام تبين وتوضيح حتى لا يدلس على الناس. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله عن اللالكائي قال: وأهل السنة من التابعين ومن جاء بعدهم في كل عصر أوردت قول هؤلاء ممن يقول إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، قالهم هؤلاء التابعون من جاء بعدهم، منهم 100 من أئمة أهل الإسلام الذين لهم أتباع ويأخذون بآرائهم، ويأخذون بآرائهم، وقال نقل عن هؤلاء أن من خالف هذا الكلام فإنهم يستتيبونه أو أنهم يصلبونه أنهم ينفوه، وأن من أنكر ذلك فقد كفر. ومر معنا كلام الإمام أحمد رحمه الله لما أنكر عليهم كما في السنة الخلال، لما قال في شأن من يقول إن القرآن مخلوق، قال إن كان القرآن مخلوقا فأسماء الله وصفاته في القرآن إذن هي مخلوقة، ولا يقول بهذا مسلم، ولا يقول بهذا مسلم. ولذلك هذه البدعة ظهرت في 100 الثانية. قال ابن تيمية رحمه الله قال: واستفحل أمرها في أوائل 100 الثالثة لما وقع في شراك هؤلاء من بعض ولاة الأمر الذين وقعوا في شراك هذه البدعة، فعظم الشر بالمسلمين. وأول من أتى بها الجعد بن درهم، وتبعه في ذلك من الجهم بن صفوان. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر البيهقي في الأسماء والصفات لما قال رجل: اللهم يا رب القرآن اغفر لفلان الذي مات، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: مه منه بدأ وإليه يعود، وضبطت منه بدأ ومنه يعود، كما في الأسماء والصفات البيهقي، وذكر ذلك في الشعب، شعب الإيمان، ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى قال: هذا إسناد معروف في كتب الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن البعض قد ضعف هذا الأثر، لكن هذا الأثر يذكره أهل السنة والجماعة، وهو إسناد معروف، وأهل السنة والجماعة يذكرونه في كتبهم. فإذا ابن عباس ماذا قال؟ فوثب إليه، وثب، مع أنه
كان في مقام موت وما شابه ذلك، لكنه أراد أن تحفظ العقيدة فوثب إليه. وماذا قال له؟ قال مه، كلمة تدل على شدة الإنكار. وفي الرواية الأخرى ثكلتك أمك، وهذا إن دل يدل على أن المسلم لا يتوانى في صد البدع التي تخل بالعقيدة. فما ظنك فيما لو كان أمر يتعلق باسم من أسمائه وبصفة من صفاته؟ ولكن بعضهم استدل بحديث استدلوا به، وهو ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الكرسي. فيقولون ماذا؟ مخلوقة، مخلوقة. فيقول الشيخ الإسلام رحمه الله: ليس هذا بثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس معروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يؤثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن معناه عند السلف ما هو؟ معناه عند السلف أن الخلق وقع على هذه الأشياء ولم يقع على آية الكرسي، يعني مع عظم السماء والأرض، مع عظمها، لكن لكونها مخلوقة لا يمكن أن تكون أعظم من آية الكرسي، بل إن آية الكرسي أعظم منها، لأن آية الكرسي من كلامه عز وجل. فمهما عظم المخلوق فآية الكرسي أعظم، فآية الكرسي أعظم. ولذلك ذكر الخلال في السنة قال: وكان ابن عيينة يقول، الأثر لفظه: ما خلق الله من خلق إلا وآية الكرسي أعظم من هذا الخلق. واضح. وتوجيه كلام ابن مسعود هذا إن ثبت عنه، وهو ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا سهن ولا جبل إلا وآية الكرسي أعظم منه، هذه قاعدة اتخذها فيما لو ظهر لك أثر أو دليل يشبه هذا. هذا هو التوجيه. فالمتشابه يرد إلى المحكم فيصبح الكل محكما. وهذه قواعد سبحان الله، كلام السلف رحمهم الله إذا قرأه الإنسان وتلقاه واستوعبه وفهمه، ما يأتي به أصحاب البدع والضلالات يستطيع الإنسان أن ينسفه نسفا، لأن لديه قوة بالدليل الشرعي، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً.